يا أيها الشباب، إن عليكم مسؤولية كبيرة، ولن ينتصر هذا الدين إلا إذا رجعنا إلى حقيقة مرة أخرى. وأشرف الأعمال قاطبة أنت كنت خادما لهذا الدين، لا سيما في زمن الغربة الثانية، فصار كل شيء حولنا غريبا وعجيبا ومزرعا. ولكن إذا رجعنا إلى الشرب الأول، إلى زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولا زمن الصحابة، واستمسكنا بمكان عليه، فأحلف بالله إننا لمنصرون. لأن من استمسك بحبل الله فهو منصور ولو كان وحده. أنت الجماعة ولو كنت وحدك، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. هذه بشرى اليوم، جزاك الله خيرا. الله أكبر.